أتى الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي على 3 اتفاقيات تعاون مع السيد عبد الوهاب البدر المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك بحضور السفير محمد صلاح الذويخ سفير دولة الكويت لدى القاهرة، وذلك بقيمة 2.5 مليار جنيه نحو 135 مليون دولار. وتشمل هذه الاتفاقيات منحتين، الأولى لدعم اللاجئين السوريين والثانية لإنشاء محطة للطاقة الشمسية. المحطة دي هيكون لها دور مهم عشان توفير المياه للسكان في المنطقة، وكمان عشان تنمية الزراعة هناك إن شاء الله في هذه المنطقة الحيوية. وبعدين عندنا منحتين وقعناهم النهاردة، والأولانية بتخص أن الصندوق الكويتي عشان مصر الحمد لله قادرة تحتضن عدد كبير من اللاجئين السوريين، فكانوا حريصين أن هم يدونا منح عشان تساعد السوريين اللي هم عايشين هنا أن هم بيستخدموا نفس الخدمات والمدارس والمراكز الصحية والرعاية الصحية اللي موجودة هنا، فهم كانوا حريصين أن هم يقدموا لنا دي تاني منحة. أول منحة ساعدت تأسيس 30 مدرسة، النهاردة المنح بتخص الصرف الصحي والرعاية الصحية، مراكز الرعاية الصحية عموما. المنحة الثالثة احنا حريصين جدا طبعا يعني قيادة وزارة الكهرباء ان احنا نتحرك للطاقة جديدة متجددة، وان يبقى فيه ودي ليها بعد بيئي مهم جدا، فالنهاردة الحمد لله برضو منحة اضافية عشان نقدر نعمل كل الاجراءات اللي هي تسهل ان احنا نبتدي تصنيع، مش بس ان احنا يبقى فيه المحطة الكهرباء ولكن بقى تصنيع نفس كل، والتصنيع ده هيكون مش بس لجمهورية مصر العربية ولكن هيكون برضو توجه للتصدير ان شاء الله في القارة الافريقية. هي 3 اتفاقيات، الاولى لانشاء محطة توليد مياه في شرق بورسعيد، والثنتين الآخرتين لمساعدة أشقائنا اللاجئين السوريين المقيمين في جمهورية مصر، والثالثة لإقامة مصنع لشرائح توليد الطاقة عن طريق الشمس. في الفترة الأخيرة كان التوجه بالطلب من الأخوان في مصر أن يكون اهتمام أكبر لسيناء، وإحنا طبعا أبدينا هذا استعدادنا لما رأينا بحاجة منطقة سيناء إلى تطوير كوضعها الحالي، وأيضا أننا نرى فيها أيضا مستقبل الاقتصاد المصري إن شاء الله. فكان هذا الاتفاق والالتزام اللي قام في صندوق بتقديم 1500 مليون دولار على الخمس سنوات. نحن الآن نعمل بالسنة الأولى من هذا الاتفاق، ومشروعين تم التوقيع عليهم. المشروع الأول كان لتحلية المياه في عدة محطات، الأخير هو أيضا تحلية المياه في شرق بورسعيد أو ما تسمى مدينة شرق بورسعيد في سيناء، ونأمل إن شاء الله أن يكون في يناير القادم فريق قادم لعدد مشاريع النقل في المنطقة. التعاون والمشروعات والاتفاقيات التي تمت بين مصر والكويت في جميع المجالات وتخدم كافة الاحتياجات التي نحن بحاجة إليها. مها صبري، صباح دريم.